بتكلم برضو انجي دايما هنا في البرنامج على الزهايمر، نظرا لان الزهايمر حاجه من الحاجات اللي انتشرت في الفتره الاخيره او موجوده بشكل او باخر، ويمكن ناس كتير ما تعرفش ايه الزهايمر او ايه مشكلته. هي اي حد معاه مسن في البيت او حد كبير في السن هيلاحظ اي تغيرات على الحكم بتاعه، هتلاقي دايما ما هوش قادر يحكم على الاشياء زي الاول، لو راح اي مشوار بياخد فيه وقت طويل. معروفه جدا ان بابا راح المسجد وهو راجع اتاخر في الطريق، خد وقت اطول، النسيان، عدم الكلمات الغير مفهومة، الكلام ده كله لاحظ الحاجات دي بتبقى بدايات زهايمر. طيب عشان تحمي أهلك من الزهايمر أو حتى لو حد كبار السن بيتفرجوا معانا، برضو الريكومنديشن أو التوصيات الطبية بتقول تناول الخضار والفاكهة. احنا اتكلمنا من يومين على فكرة الخضار والفاكهة في عدم تكرار التهابات الجهاز التنفسي عند المدخنين. هنا هو يعني بنرجع نقول أرجوكوا، يعني في ستات كتير، ستات أكتر على فكرة كتير، بيجوا يقولوا ما تقولناش خضار، احنا مش هناكل خضار. طبعا انت بتحكمي على نفسك حكم بشع جدا، ان الخضار ده من ضمن الحاجات اللي فيها مضادات اكسده وفيها فيتامينات وفيها املاح بتفيدك جدا جدا جدا، فلازم فتناول على الاقل 3 ثمرات فاكهه في اليوم. ده سهل، الفاكهه الخضار يعني لازم خضار مثلا اللي هو السوتيه او خضار عادي ولا خضار؟ لا احنا بنتكلم يعني البحث بيقول الخضار الفريش الاخضر، يبقى الخس، الخيار، البروكلي، الحاجات، الجرجير، البقدونس، الحاجات، طبق السلطه. والله العظيم ده سهل، يعني 3 ثمرات فاكهه وثلاث ثمرات خضار برضو. لا يعني معلش، 3 ثمرات 3 ثمرات فاكهه واثنين خضار، 2 سيرفنج خضار. يعني الخضار ده بنقيمه احنا مثلا ب3 خيارات او جزرايه انت بتاكليها مرتين. ده الخيار جميل والصيف جاي يعني، طبق سلطه، طبق سلطه مرتين في اليوم. طب حلو، ده بيحمي مع كبر السن من الزهايمر. طيب تمام، فده مهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا منه واهالينا ناكلهم. مش مهم انك تاكله، مش يعني مهم بالظبط. واحنا صغيرين كده نبتدي مع اولادنا وهم صغيرين، هيحبوا الخضار وهيحبوا الفاكهه من صغرهم، لكن على الكبر دي بتبقى صعبه، بس حاولوا بقى عشان تتفادوا مشكله الزهايمر. المشكله بقى من الزهايمر كمان ان الناس اللي بتنام اكتر من 9 ساعات لقوا ان هم بيصابوا بالزهايمر ضعف غيرهم، فيعني ما يبقاش فيه نوم كتير. انا ضمنت كده زي يعني لا يعني يعني 6 ل 8 ساعات ده كويس جدا. اوكي، الحاجه الثانيه في ارتباط شديد الصلة ما بين الزهايمر وزيادة الوزن. السمنة ومشاكل السمنة ومخاوف السمنة كتيرة قوي اتكلمنا عنها، يعني بتهيألي أكتر مرض اتكلمنا عنه هنا في طبيب الحياة سواء الموسم الأول أو التاني هو السمنة ومخاطرها. عشان كده النهاردة هنتكلم عن أنت ما حضرتيش معانا، ما حضرتيش معانا الفترة اللي أنت كنت فيها في أجازة. إحنا كنا سعداء جدا بنتائج البيرن أب. البيرن أب محقق نتائج، ساعد ناس كتير جدا، وفي قصص نجاح كبيره قوي حصلت، وكنا سعداء جدا باستقبال مكالمتكم. انا سمعت مكالمه غريبه وكنت هسالك فيها، بس انت جيت متاخر النهارده على الهواء فضحته على الهواء. ايوه، ان في متصله مش فاكره اسمها ايه نزلت 17 كيلو، ده فعلا؟ بصي، مدى استجابه الناس للدايت هيختلف من واحد للتاني، ده اكسبشن او ده حاجه بتحصل مش يعني مش كتير الناس بتنزل 17 كيلو مره واحده، بس قد يكون هي كان عندها تراكم للميه في جسمها مع استخدام البيرن اب او الالياف الغذائيه، نزلت بسرعه او امتصت الميه بسرعه ونزلت، وممكن يكون ده سريع او جسمها استجاب كتير قوي لتنظيم عمليه الاكل. ان احنا بنوصي دايما مع البيرن اب بنظام غذائي معتدل ومتوازن، ان جي بيعتمد على تتابع الوجبات، ان يكون في وجبات صغيره بشكل منتظم لتحفيز التمثيل الغذائي فقط.